بونجور لي زامي، مرحبا بكم في واحد الفيديو جديد. الفيديو ديال هذا النهار غادي نهضروا على الدجاج ونشوفوا واش هو مشروع مربح او لا بين الحقيقه والوهم. زيتونا، مؤخرا وفي الاعوام الاخيره بزاف ديال الناس ولاو كيتعاطاو لتربيه الدواجن، كنسمعوا غير الدجاج 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 الدجاج، يعني بزاف ديال الناس كيبغيو يديروا هاد تربيه الدواجن لان طلعوا فيديوهات بزاف وطلعوا صحاب الدجاج بزاف ولاو الناس كيشريو الدجاج بلدي بزاف. دونك بزاف ديال الناس كيهضروا على هذا المشروع هذا على اساس انه واحد المشروع اللي كيربحك الملايين والملايير في السنه، وهادشي ماشي دائما صحيح، يقدر يكون شويه ديال الصح ولكن ماشي دائما صحيح. فنحاولوا في هذا الفيديو هذه نناقشوا هذه النقاط هذه باش تقدروا تشوفوا نتوما الموضوع بواحد صفه واحده اخرى. كما قلت لكم الاغلبيه ديال الناس كيهضروا على هذا المشروع هذا على اساس انه فيه غير الربح ما فيهش الخساره، وهذه اول نقطه اللي تردوا منها بالكم. ملي يطلع لكم شي واحد اللي كيقول لكم راه كاين الربح كاين الربح ارباح خياليه حصلتوا على كذا كذا من الدجاج هذه ما هذه، هذاك ما تثقوش به لانه ما كاينش غير الربح في مشروع الدجاج، راه كاين حتى الخساره، وهذيك هي اللي خاصكم تركزوا عليها لان اي حاجه فيها غير الارباح عرف باللي راه فيها مصياده. ضروري غادي يكون الخساره في هذا المشروع هذا، اما خساره الفلوس اما خساره الدجاج اما خساره ديال الوقت اما خساره الصحه اما خساره ديال بزاف ديال الحوايج اللي حنا ما كنتوقعوهمش. ولكن باش تقول لي كاين غير الربح في هذا المشروع هذا لا. الحاجه الثانيه اللي تردوا منها البال عاوتاني الا بغيتي تبداو هذا المشروع كما انا كما بزاف ديال الناس، فاش بغيت نبدا مشروع تربيه الدواجن شفت تجارب ديال الناس واحد اخرين، وفاش كنت كنقلب في الفيديوهات كنلقى عالم كبير حول تربيه الدواجن في المغرب. كما قلت لكم هذا هو موضوع الساعه في تربيه الحيوانات في المغرب، هو الدواجن الدجاج البلدي بالخصوص. الاغلبيه ديال الناس كيهضروا على اساس انهم خبراء في هذا الدومين، يعني كيجي كيبيع لك واحد بحال كنقولوا كيبيعك العجل، كيبقى يقول لك هادي وهادي 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 بحال هو ضابط الامور ديالو، وهو كتلقاه يلاه مبتدئ اولا مربي زعما هاوي ماشي بروفيسيونيل، وكيبيعكم العجل ويبقى يبين لكم شي حوايج اللي ما كاينينش. انا عمرني ما كذبت عليكم قلت لكم انا بروفيسيونيل، انا هاويه وكنشارك معكم الهوايه ديالي وكنوريكم شنو هما الحوايج اللي كيصدقوا ليا وشنو هما الحوايج اللي كنغلط فيهم باش حتى نتوما تستافدوا من التجربه ديالي. ما تثقوش في اي واحد، ثقوا في الناس اللي عندهم تجربه كبيره في هذا الدومين هذا، وسورتو الا كان كاع شي حد يعني قاري على هذا الشيء ولا خدام في اوزينات كبارين او هذاك هو اللي تثقوا فيه. اما مربي عادي اللي كيدير واحد التربيه بسيطه عنده في المزرعه ما كنظنش انه غادي يقدر يكون محترف في هذا المجال هذا. ومني انا وجبد انا كنحاول كما قلت لكم نقربكم من الصوره باش ما تمشيوش غلطين مع هذا المشروع هذا. وعاد زيد كاين واحد النوع ديال الناس واحد اخر اللي كيطلع كيقول لك انا غادي ندير تربيه الدواجن في السطح وغادي ندير منه مشروع. الا بغيتي دير هذا المشروع ديال الدجاج، السر وراء هذا المشروع هو انه يكون عندك العدد كبير ديال الدجاج. ميمكنلكش دير مشروع ديال الدجاج ب 20 دجاجه، فكيفاش غادي تخيل انك غادي تربي 100 او 200 او 500 ولا 1000 ولا 2000 دجاجه في السطح؟ لا يعقل. يعني هذا اللي قال لك مشروع مربح في السطح مربح بواحد النسبه ماشي مربح واحد النسبه، يعني خاصك ترد بالك من هذه المعلومات هذه، ما تمشيش غلط وتقول لا انا غادي ندير في السطح وغنقاد ليه لانستالاسيون ديالو والعشه ديالو وفين غادي ينعس والبوندوار وزيد وزيد، وفي التالي بلي ما غاديش يدخل لك الفلوس غادي تقول تقولبت. لا، راه السر ديال مشروع الدجاج هو انه يكون عندك واحد العدد ديال الدجاج كبير باش تقدر تربح مزيان. اما لكانوا عندك واحد العدد ديال الدجاج قليل فكون على يقين انه غادي تفشل وغادي تعجز وغادي تبرد على هذا المشروع وغادي تندم كاع اللي درتي فيه داك الانفستيسمون وداك المخسور الاول. بغيتي تبدا في هذا المشروع وبغيتي دير التربيه ديال الدجاج في السطح، ممكن كما قلت لك باش تجرب وتشوف كيفاش غادي تقدر تخدم هذا الدجاج هذا. مثلا دير تيست بواحد 20 دجاجه وتجربهم، تشوف شحال كياكلوا ليك، كيفاش كيمرضوا ليك، شحال كيبيضوا ليك، اين النوع اللي غادي يصلح ليك، وزيد وزيد الماء شحال كيكونسومي والماكله وهي غاديه. يعني انت غادي دير واحد الدراسه جدوى ديال هذا المشروع على 20 دجاجه، ومن بعد الا بغيتي تكبل المشروع طلب داك 20 في 10 هي كتجيك 200 دجاجه، وغتبدل ليهم البلاصه وغادي تخدم بواحد الطريقه احترافيه واللي غادي يكون فيها مسراح وزيد وزيد الا كنتي بغيتي تخدم البلدي البلدي. اما الا كنتي باغي غير تبع يعني الناس اللي كيقول لك دير المشروع في السطح راه مشروع مربح، فالنصيحه اللي نقدر نقول لك دير جرب راسك وشوف داك الساعات. انا كنعرف بزاف ديال الناس كيقولوا لي مشروع الدجاج فاشل، علاش؟ لانهم ما خدموش بواحد الطريقه مزيانه، ويعني مشاو مع واحد
كيفاش نقول لكم، بحال واحد الفيديوهات اللي كيغشموك شي شويه كتمشي طامع اكثر من القياس، وفي الاخر ما كتلقاش داك النتيجه اللي كنتي كتحلم بها. والسر الثاني اللي نقدر نعطيه لكم في هذه تربيه الدجاج، وواحد المعلومه مهمه واللي بزاف ديال الناس كيغفلوا عليها، باش تربي الدجاج راه ساهل. كتاخذ الدجاج كتعلفو كتشربو كتعطيه المسرح ديالو وسالينا، يعطيك يبيض يعطيك اللحم يعطيك فلوس يعطيك اللي عطاك، راه رابح معاه. السر فين كاين؟ هو في الامراض اللي كيصيبوا الدجاج، لانه لما بغيتيش يكونوا عندك واحد الخسائر واحد الكسور كما كنسميهم، خاصك تكون كتفهم شي شويه في الامراض ديال الدجاج. وهذه هي الصعوبه اللي كيلقاوها مربيين الدجاج فاش كيبداو في هذا المشروع. ما يمكنش نتايا تبدا في واحد المشروع وما ضابطش الامور ديالك. هذا درت هذا الخطا انا وكنشارك معكم، صراحه ماشي خطا، لان انا في الاول ما كنتش واخداه كاع كمشروع، انا كنت واخداه كهوايه، يعني درت واحد العدد ديال الجوجات وبقيت غاديه كنكبر فيه وبديت كنتعلم فيهم كنتريني فيهم. الحمد لله كاين المسرح كاين العنبر كاين كلشي، وبديت كندير الملاحظات ديالي لراسي، وقدرت انني نتعلم في دي فورماسيون باش نعرف شنو هما الامراض اللي كيصيبوا الدجاج. وهذا هو السر اللي حتى واحد ما كيقولوا لك ربي الدجاج ولكن ما عرفتيش الخساره فين غادي تجيك، كن على يقين انه غادي تضيع بزاف. عاد السر الثالث اللي غادي نبغي نشاركو معاكم، المهم حاولت انني نعطيكم واحد المعلومات كثارين على هذا المشروع هذا، باش ما تدخلوش عليه زاعمين اكثر من القياس وتردوا بالكم من واحد النوع ديال الفيديوهات اللي غادي يقدروا يغلطوكم. كما قلت لكم ديروا تجربه راسكم بواحد العدد قليل ديال الدجاج، عاد داك الساعه تكبروا المشروع ديالكم، اولا دخلوا صحاحين وتكون معاكم دي تكنيسيان صحاح ودي زاغرونوم وزيدوا زيد باش ديروا المسائل مضبوطه. بغيتوا ديروا تجارب ديالكم ديروهم بشويه بشويه باش ما تخسروش المصروف ديالكم كثير. السر الثالث اللي بغيت نقول لكم هو انه مشروع ديال الدجاج راه فيه بزاف ديال الحوايج، راه بحال الفلاحه، ما كاينش غير تزرع الخضراء اولا دير شجار اولا دير تربيه المواشي او تربيه الدواجن، غير بوحديتها هذا الشق هذا ديال الفلاحه راه فيه بزاف ديال الحوايج. يمكن لك دير الفقاصات ديال البيض تخدم عليهم تبدا تبيعهم، يمكن لك تخدم على البيض، البيض بوحديته اما البيض مخصب اما البيض ديال الماكله. تقدر تخدم على الفلوس، الفلوس الصغير ديال النهار ديال 45 يوم ديال 3 شهور ديال 6 شهور، يعني غادي تخدم على الفلوس. يمكن لك تخدم على الدجاج ديال اللحم، يعني كتبيع الدجاج في السوق اولا تبيعو مذبوح اولا، يعني يمكن لك تخدم على بزاف ديال الحوايج على الدجاج. ما تحبسش راسك في حاجه وحده وتقول انا بغيت غير الدجاج اللي غادي يدير ليا كذا اولا الدجاج اللي غادي يدير ليا كذا. حاول انك تشوف هذا كمشروع متكامل وفيه بزاف ديال الحوايج. الا ما كنتيش كاع انت عندك السطح فين غادي تخدم هذا الدجاج هذا وكيعجبك الدجاج وكتعشقو، تقدر دير غير فقاصه مثلا وتخدم غير على الفلوس، تفقص البيض وتصيفط الفلوس ديالك. اما الا كان عندك اتساع وكنتي كتبغي تقابل وتشوف وتلاحظ ودير وتفعل، يمكن لك تمشي في اتجاه ديال الدجاج ديال اللحم، لانه كيخصك تعلفو بواحد الطريقه ويبقى عندك واحد المده كبيره وهي غاديه. يعني ما تشوفش هذا المشروع هذا من واحد الناحيه وحده وتمشي يعني مغلوط، خاصك تشوفو كواحد المشروع اللي فيه بزاف ديال الحوايج، وكاين شي حوايج وحده اخرين كاع في هذا المشروع هذا اللي يمكن انا ما ذكرتهمش لكم. المهم هو انه ما تبقاش محبوس في حاجه وحده وما تثقش بمصدر واحد، ودائما بحث على المعلومه الصحيحه وشوف لي بروفيسيونيل اولا الحريفيه ديال هذه المهنه هذه واللي عندهم واحد التجربه كبيره في هذا الدومين هذا قبل ما تبدا في هذا المشروع وتغلط. وزائد انه دير دائما نعاود نقولها لكم التجربه ديالكم الخاصه بواحد العدد قليل ديال الدجاج حتى تجرب مزيان وتيقن باللي معطي لك هذا المشروع هذا وباللي تولعتي بداك الدجاج وعشقتيه باش تقدر تمشي بعيد في هذا المشروع هذا. والفيديو ديال هذا النهار سالت كنتمنى انها تكون عجبتكم، كنقول لكم الى فيديو لاحقه، السلام عليكم.